اليوم كانت مناسبة لتقديم أول تقرير سنوي حول الشراكة بين الدولة والجمعيات. هو أحد المقتضيات منشور السيد الوزير الأول سي دريج جطو في سنة 2003. اليوم تم تقديم أول تقرير سنوي. تقرير رصد كان نتاج عمل تشاركي بين القطاعات الحكومية المعنية، ورصد مجموع الشراكات تقريبا أزيد من 100 قطاع حكومي ومؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية كتساهم سنويا عبر مجموعة من الآليات في دعم المجتمع المدني. الغلاف المالي ديال سنة 2015 كان في حدود 6 مليار و400 مليون درهم، وهذا واحد يعني واحد المساهمة معتبرة، لكن في اعتقادنا أننا عند النظر لعدد الجمعيات المستفيدة لا يتجاوز تقريبا 25% من الجمعيات اللي موجودة في بلادنا، بالتالي كمساهمة مالية ما زالت غير كافية لدعم جهود المجتمع المدني. الخلاصة الثانية أن المغربية توفر على نسيج مدني قوي ونشيط وحيوي أزيد من 130 ألف جمعية، هي بمثابة شريك أساسي في النهوض بالتنمية الشاملة لبلادنا في مختلف المجالات، ووفق منظور ينطلق من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية. اليوم المجتمع المدني اكتسب دفعة كبيرة منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي في 10 سنوات تقريبا تم تعبئة 4 مليار ديال الدرهم من ميزانية المبادرة لحوالي 13000 جمعية. إذا هذا واحد الرصيد ينبغي تسمينه والمضي فيه وفق التوجيهات الملكية السامية. ثم أيضا بعد الدستور الجديد الذي أرسى موقع متقدم للجمعيات، وأثمر هذا يعني التوسع والتقدم في تكوين وتأسيس الجمعيات، وأثمر أيضا المنظومة ديال الديمقراطية التشاركية المرتبطة برفع العرائض للسلطات العمومية والملتمسات الشريعية للبرلمان، ثم أيضا أثمر اليوم إطلاق بوابة ديال الشراكات، شراكة أسوسياسيون .ma التي أطلقت، واللي في الاعتقاد ديالنا خطوة جد مهمة في مجال إقرار الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التمويل العمومي اللي هو واحد من الأوراش الأساسية. النقطة الرابعة والأخيرة، نحن اليوم بصدد تطوير هذه المنظومة ديال الشراكة وفقا للرسالة الملكية التي وجهت للأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي في 2012، وفقا لعدد من نتائج العمليات التشاورية التي تمت من طرف الجمعيات، ووفقا لخلاصات هذا اليوم اللي كانت فيه مشاركة ديال الجمعيات من عدد من مدن المملكة، وهذه مناسبة للتنويه بالدور ديالها وبالأداء ديالها. نحن سنواصل العمل حتى تطلع الوزارة بدورها في التكوين، في الوساطة، وفي التأطير، وفي التحفيز على الشراكة مع المجتمع المدني.